يا حازم بيه، اسمح لي بقى المره دي انا اختلف معاك وبشده كمان. شكرا يا عبد الله. سياده الرئيس مشغول في المقام الاول بمحدود الدخل. الناس يا حازم بيه هم اهم حاجه بيشغلوا سياده الرئيس. كريم بيه، في كلام ان الولد ده بينقل صوره غلط عن اداء الوزارات للسيد الرئيس، وان الكلام ده هو السبب الاساسي لاقاله وزير التموين. اطمن يا حازم بيه، سيادة الرئيس ما بياخدش أي قرار إلا لما يكون متأكد منه ودارس حيثياته كويس. أنا عاوز أفهم، أنا متجوزة راجل ولا قفص جوافة؟ قفص جوافة. وبعدين جايز الناظر ما كانش يقصد، وأنت فهمتي الموضوع غلط. هو إيه اللي ما كانش يقصد؟ بقولك حاول يبوسني. حاول يبوسك وانت ضربتيه زي ما قلتي، يعني خد جزاء وخلاص. يا راجل افهم، الراجل عايز يرفدني، محولني للتحقيق. خلاص ما تروحيش انت بكره المدرسه وانا هعدي عليها هزقه. خلاص فكيها بقى، احنا ما صدقنا اهلك اتخمدوا بدري النهارده. اوعى، ما فيش في دماغك غير قله الادب وبس. طب هاتي بوسه. طيب احترم نفسك يا متولي. يا بنت في ايه؟ انا جوزك وانا الناظر. طب اطفي النور الاول. أحلى جملة أحب أسمعها في النوم حالا. هو فين البتاع؟ مفيش حصص ألعاب تاني في المدرسة، خلاص أنا لغيت الألعاب. ومفيش أبلة انشراح. أقول لكم أنا لغيت الفسحة كمان. حضرتك الناظر. إيه؟ الواحد عايز يقابل حضرتك بره. ومين ده؟ اسمه متولي. خليه يدخل. أنا انشراح قال. حضرتك أنا اسمي متولي، جوز أبلة انشراح، مدرس الألعاب اللي سعادتك كنت عايز تبوسها. ببوسها؟ وانت جاي عايز تعمل ايه يعني؟ المدام متحوله للشؤون القانونيه. شؤون قانونيه ايه يا عم؟ خلينا نتكلم مع بعض بقى. اتفضل من هنا يا استاذ. اورني طلع الجنه اللي بره. يا عم في ايه مالك؟ ما تخليناش بقى نتهور عليك ومد ايدي عليك بقى. انت بتهددني في مكتبي ودي نغلى من البوليس؟ ايه؟ عامل عصابه انت والمدام؟ بلطجه انت؟ امسكوا الجنه ده لحد ما بلغ البوليس. عبد الفضيل فيه؟ وزير التربيه والتعليم بيمر في زياره مفاجئه للمدرسه. معالي الوزير في المدرسه؟ غور من وشي. غور سيادة الوزير، اتفضل. احنا بنرحب بسيادة الوزير وبزيارته المفاجأة، ونقول له احنا جاهزين لأي مفاجأة. سمعونا النشيد يا ولاد. ابتدي. بين عينها بين عينها بين عينها احمر. لا مش دي. ابتدي. انا بالحندور ديريجين ديريجين والحندور. ولا دي نشيد الوزير. ابتدي. شرفتي من ابنائي وبناتي، اشكركم وأحب دلوقتي أشوفكم في الفصول. اتفضلوا. معقولة؟ متولي؟ إزيك يا متولي؟ سعادة الوزير معاليك وعشني جدا يا فندم. يا راجل يا بكاش، أنت مش قلت إنك هتيجي عند الوزارة وتشرب معايا الشاي؟ ما جيتش ليه؟ حضرتك عارف المشاغل بقى وأنت سيد العارفين. أيوه أنا مقدر وعارف، بس كمان انا بعزك قوي ولازم تيجي تشرب معايا الشاي. حاضر يا باشا. فرصه جميله يا متولي. مع الف سلامه يا باشا، شرفت المدرسه يا باشا. ما تطلب البوليس يا عبد الفضيل، مستني ايه؟
متولي بيه اللي ما يعرفك يجهلك تسمح لابوسك؟ هيبقى انا ومراتي عبد الفضيل. اخلع ورا الوزير الانتيم بتاعي. ماشي يا باشا. ما انا عايز افهم بقى انت ايه حكايتك بالظبط يا متولي؟ طلعتني من الاسم بمنتهى السهوله ورجعتني شغلي، والناظر رقاني، والشكوى اللي متقدمه ضدي اتلغت. انا عايز افهم انت مين بالظبط يا متولي؟ هكون مين يعني يا انشراح؟ حته طباخ غلبان ولا راح ولا جه؟ بقى وزير التعليم بنفسه اول ما يشوفك يجري عليك وياخدك بالحضن يا متولي؟ ما انت اصلك ما تعرفيش الحكايه يا انشراح. وزير التعليم ولا خليك معايا. وزير التعليم ده كان من ايدي زمان ايام ما كان وزير صغير والاكل عجبه، عشان كده شايل لك الجميل لغايه دلوقتي. طب وزير التعليم وفهمناها، خرجتني من الاسم ازاي يا متولي؟ ما هو وزير الداخليه كان بياكل معاه. حلو عليك. قول لي واحده تانية، انا عايز اسمع كل النكت اللي بتتقال. كلها ما ينفعش يا ريس. النكت دي من الحاجات اللي بتميزنا، تخلي الواحد يغزل همه. هو في حاجة حصلت لي كده، هي مش نكتة، موقف يعني حصل لي وأنا بشتغل على العربية. كنت متعود كل يوم الصبح سعادتك أعمل اتنين طاجن، طاجن اللي بتوع الكهرباء وطاجن اللي بتوع البلدية. أما الواد بصل اللي بيشتغل معايا عكس الطواجن، إدى طاجن الكهرباء اللي بتوع البلدية وإدى طاجن البلدية اللي بتوع الكهرباء. راحوا بتوع البلدية جم شايلين العربية وبتوع الكهرباء قطعوا الكهرباء عليا. يظهر ان انا عكيت يا فندم. بايخه مش كده؟ فعلا بايخه قوي. ايوه كده يا سياده الريس، بلد بتنضف صحيح، فساد بقى للركب. ولا طاق بالنسبه لنا. بالنسبه لك انت تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لي انزل. انت بتشتغل يا على باب الله يا باشا؟ قول حاحة. نعم قول حاحة. أنا يا باشا؟ أمال أمي؟ خد يا ابني على البوكس. أنا عايز أعرف أنا عملت إيه بس يا باشا؟ مشتبه فيك يا أخي. لو كده ماشي عادي. معقولة يا متولي؟ الله. طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيها يا متولي؟ هو أنا لحقتك كريم باشا؟ إيه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي إمبارح بالليل تحري، كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقة في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيرة لسيادة الرئيس عن اللي حصل لك في الاسم. انا بقول لك اهو مش عايزين نزعله على الصبح. قول له انك دخلت في باب، وقعت على وشك، اي حاجة. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للرئيس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيرة اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سيادة الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعة. مين اللي ضربك يا متولي؟ رئيس انا مسكوني تحري يا رئيس، اشتبهوا فيا. احكي لي اللي حصل بالظبط. اول ما مسكوني